متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن السلطان أحمد الثالث والذي عرف عهده بعهد لالا. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو وترك تعليقا لنا نسعد برؤيته. هو السلطان الرابع والعشرون في قائمة السلاطين العثمانيين، ولد سنة 1673 وتوفي سنة 1736، أي أنه عاش 62 عاما، ولقد تولى الخلافة وكان عمره 32 عاما. هو الابن الثاني للسلطان محمد الرابع من أمة الله جولنش سلطان. عاش 9 سنوات وليا للعهد دون أي مشاكل مع أخيه الكبير. كان سلطانا مثقفا يميل إلى الموسيقى وشاعرا وخطاطا، وإن لم يكن في هذا بمستوى أخيه الكبير السلطان مصطفى الثاني. يمكن تلخيص عهد السلطان أحمد الثالث بخطوته العريضة كما يأتي. المرحلة الأولى حاول فيها هذا السلطان في سنواته الأولى تأمين الهدوء الداخلي، حيث قام بمعاقبة كل من اشترك في أحداث أدرنا الأولى والتي ارتقى العرش بعدها، وقام بالبحث عن صدر أعظم محنك من أمثال سوكولو أو كوبريلي. وبعد قيامه بتبديل العديد من الصدور العظام، استقر رأيه على الداماد علي باشا الملقب بصلاح دار، حيث خوله صلاحية إدارة أمور الدولة المهمة طوال 4 سنوات. في هذه الأثناء حصلت حرب بروت والتي تحدثنا عنها في فيديو سابق، حيث اتهم فيها قائد هذا الجيش بعدة اتهامات، منها تقبل الرشوة أو إقامة علاقات مع زوجة قيصر روسيا. وكانت تلك الحادثة في عهد السلطان أحمد الثالث الذي انتهى في الأخير إلى عزل قائد جيشه. أما المرحلة الثانية من عصر السلطان أحمد الثالث والتي تعرف بدور لالا، وهي المرحلة التي بدأت مع تعيين نوشهيرلي داماد إبراهيم باشا صدرا أعظم، ولقد أنهت هذه المرحلة الحروب التي بدأت مع إيران وانتعشت فيها الفعاليات الثقافية المختلفة، وبدأت عملية النشر والمتمثلة بطبع الكتب في المطابع، إضافة إلى أنها كانت فترة صلح وهدوء وطمأنينة طغى فيها اللهو والأنس، ولم تكن فترة حرب، وقد شغلت حيزا متميزا من التاريخ العثماني، إلا أن هذه الطمأنينة والأمن لم يدوما كثيرا بسبب بعض التصرفات التي ارتكبت آنذاك. ولقد دفع دخول روسيا الأراضي الإيرانية الدولة العثمانية إلى التدخل في هذا الوضع، مما جرها إلى الحرب الإيرانية التي استمرت 7 سنوات. ولقد كان السلطان والصدر الأعظم في فترة عهد لالا يشتركان في حفلات مسامرات الحلوى وحفلات لالا في القصور الفخمة التي بنيت في هذه الفترة بمصاريف كبيرة، مثل قصر سعد أباد في منطقة كاغد خانة وقصر شرف أباد في أسكودار. وكلمة لالا تعني زهرة الزنبق، حيث ازداد الإقبال على هذا النوع من أزهار الزنابق، ووجه السلطان اهتماما خاصا بالزنبق وأصدر حولها فرمانا سلطانيا. ولقد أدى هذا اللهو والسرف الذي عاشه السلطان بطريقة غير مباشرة إلى تفشي الفساد بين الأهالي، وكان صرف السلطان معظم وقته في المآدب والحفلات والسمر واللهو، وإن كان ضمن إطار مشروع عاملا في تفشي الفساد الخلقي بين أفراد الشعب، وعاملا في انحراف هذا اللهو من الشكل المشروع إلى الشكل غير المشروع. ولذلك لا يمكن أبدا إنكار زيادة الفساد الخلقي في إسطنبول في عهد لالا نسبة إلى العهود الأخرى، فلقد أدى ذلك مثلا إلى تفشي تعاطي الأفيون المخدرات بين بعض الشباب وبعض الأهالي. ولقد كان السلطان أحمد الثالث من أكثر السلاطين اتخاذا للزوجات، حيث يذكر بعض المؤرخين أن عدد نسائه بلغ 13 زوجة، وذكر آخرون أنه بلغ 18 امرأة، أهمهم بش قادين أمة الله، ورقية وأمينة مهر شاه، خديجة وربيعة شرمي قادين، وزينب قادين، وأمينة مصلي قادين، وحنيفة قادين، وكولشن قادين. أما عن أولاده، فيقول بعض المؤرخين بأن عددهم بلغ 50 ولدا، ونذكر منهم الأمير محمد، الأمير عبد الملك، الأمير مراد، الأمير محمد خان، الأمير سليمان، الأميرة أم كلثوم، الأميرة صالحة، الأميرة عائشة، الأميرة خديجة، إلى بقية القائمة. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو عن سلطان الزنبق السلطان أحمد الثالث. أتمنى أن يكون قد أعجبكم. مصدره كتاب الدولة العثمانية المجهولة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.